بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. كان مولد الراحل الكبير الحاج أحمد العريبي في سنة 1942 بقرية الكورة. عمل المرحوم في شركة بابكو في العام 1956، وكان في سن مبكرة جدا، ودرس فيها اللغة الإنجليزية والمواد الأخرى حتى المستوى الرابع، وكان مهنيا ماهرا ويعمل في مجال ما يعرف بالفبركة. كان الراحل ورعا تقيا محبا للعلم وملازما للعلماء، وكان ذو هيبة ووقار وموضع احترام جميع أهل المنطقة ومن عرفه من البحرين أو خارج البحرين، كما أن العلماء الذين يجالسونه يجلون قدره ويعلون شأنه. وكان جلساؤه يتجنبون الأحاديث غير اللائقة في حضرته مهابة منه وتقديرا لشخصيته الإيمانية، تتلمذ في الفقه والنحو على يد ابن عمه العلامة الشيخ محمد صالح العريبي، وكان ملازما له. عرف عنه حبه لاستماع القرآن والتجويد، وكان يقرأ القرآن بصوت خاشع حسن، وكان دأبه في المجالس الرمضانية تصحيح الأخطاء وتصويب من يخطئ أو يلحن في التلاوة. وللراحل الكبير خشوع في الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، ولا يفوته وقت فضيلة الصلوات حتى في آخر أيامه حينما كان يرقد في المستشفى. يتميز المرحوم بحسن علاقاته مع الجميع من كل الأعمار. أما عن حضوره في مناسبات الأحزان والأفراح والمواساة، فربما تعتبر من السمات الأكثر تميزا على الإطلاق. أما في الإصلاح الاجتماعي فهو المصلح الأكثر تأثيرا، ويقصده أهل القرية لحلحلة الأمور الاجتماعية والخلافات المستعصية، ومارس هذا الدور بنجاح باهر حتى آخر حياته. أما عن كرمه وسخائه فحدث ولا حرج، لا يمل من إكرام ضيوفه حتى في أحلك الظروف المادية التي مر بها. كانت مجالسه عامرة في المنازل الثلاثة التي سكنها في حياته، كما أن الأخلاق الحسنة في شخصيته تعتبر من أبرز سماته، حتى كأنه مدرسة سلوكية لأهل البيت متنقلة من محفل إلى آخر. فلقد جسد سلوك أهل البيت عليهم السلام بحق، فكان محبا للجميع ومحبوبا منهم. أما بالنسبة للأدب والشعر فهي سمة أخرى بارزة تتسم بها شخصيته، إذ أن له العديد من المشاركات في الاحتفالات بالتأليف ويكلف أحدا آخر بإلقائها. وكان له كذلك قصائد في رثاء أهل البيت عليهم السلام ورثاء العلماء، منها ما قاله في عمه العلامة الشيخ محسن العريبي: مصاب وها صم الصلاب فصدعا، وغدا به أنف الهداية أجدعا، والدين حزنا نكست أعلامه، إذ في طوى قد حل محسن مضجعا. ودعاه باريه إلى رضوانه، فانصاع مسرورا يلبي من دعا.
كما قال مؤبنا ابن عمه العلامة الشيخ علي العريبي: رمتني دواهي النائبات بأسهم، فما أخطأتني بل أصابت حشاشتي، فيا ليته كان المعزى وليتني فقيد ويمشي حاملا لجنازتي. كما يتميز شعره بالحكم والنصح مما يكسبه التأثير على مستمعيه، يقول في إحدى قصائده موجها خطابه لابنه الشاعر الدكتور علي العريبي: أوصيك يا من بقلبي كان منزله، وبلسما لفؤادي كل من فطرا، اربأ بنفسك عما كان يسقطها إلى الحضيض، وكن فذا إذا ذكرا، ما ينفع المرء في الدنيا سوى خلق يزينه، ثم تقوى تدفع الخطرا. ورد عليه الدكتور علي بهذه الأبيات: إن الكلام ليحلو منك يا أبتي نثرا وشعرا إذا ما قيل أو سطرا، وقولك الفصل يا لقمان دهرك قد بذ العباقر من يأتي ومن غبرا، اتخذته لي نبراسا يبدد في دربي حنادس فكر تجلب الخطرا، فلا لعن لسلوك أنت مرشده إن زل في وحل الآثام أو عثرا، واسلم فديتك والأيام زائلة يا موئلا ما سواه للعلا ذخرا. استمر عطاؤه الشعري حتى نهاية حياته، حيث كان يحدث زائريه إما بأشعار جديدة كتبها وهو على سرير المرض، أو يلقي بعض الأشعار التي يحفظها، وخصوصا ما يتعلق فيها بالحكم حيث كانت حافظته قوية وإدراكه متوقدا. عرف الراحل الكبير في القرية والمنطقة بأنه نسابة لامع يعتمد عليه، ولديه معرفة دقيقة بتفريعات عائلة العريبي والعوائل الأخرى في البحرين وحتى بعض العوائل في البلدان العربية. كان المرحوم من الدعاة الرئيسيين في المنطقة الذين حملوا على عاتقهم تبليغ الدعوة المحمدية، والمرحوم هو أحد مؤسسي مكتبة وليد الكعبة التي لها شرف تعليم وتثقيف الأجيال اليافعة آنذاك. واستمر عطاء المكتبة بأدوار مختلفة على مدى السنين. في 11 من شهر مارس لسنة 2017 للميلاد، وبعد صلاة العشاءين، عرجت روح فقيدنا الغالي لبارئها، وترك في قلوب محبيه حزنا عميقا وجرحا غائرا، حيث فقدوا الوجيه الموجه والأديب المؤدب والزاهد العابد والنقي الصادق والقدوة الحسنة. نحسبه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لقد دفنتم هاهنا ماجدا، لطالما لله صلى وصام، حينما أثقله المرض آتيه بتراب للتيمم، ولا يترك الصلاة حتى إيماء.
ونحن من عشنا معهم نعلم حجم عبادته. ورتل القرآن في ورده وطاف بالبيت العتيق الحرام وساد في القوم بأفضاله فكان تبجيلا إليه يقام. تزاحم الضيفان في داره والمشرع العذب كثير الزحام. أدى إلى العلياء أقصى طها من دون بخس بالوفاء والتمام. وكان سباقا إلى فضلها من عزمه ما فل ثقل السقا. قد جلبب الإيمان أخلاقه والفضل قد ألقى إليه الزمام. فكان حيث توجته العلا في شاهق المجد الأثيل السنام. أبسا لئن دفنت في ثراج علي فإن مثواك بوادي السلام في جنة الخلد مع المصطفى وآله فاهنأ بطيب المقام. هل يعلم القبر الذي ضمه بأنه غيب بدر التمام وأنه صادر من كفنا كنزا من الإيمان والالتزام. وفجعتا كيف طواك الردى كيف على قلبي أراش السهام. فصرت من أخلاف ضرع الأسف أرتشف الصاب وكأس الزهام. فليتني المحمول من دونه وليتني المدفون تحت الرمام. وليته في المعزى وما فيه تعزيني جموع الأنام. لا تعزوني على فقده عز التقى والوعي والاحترام. عز العلا فهي تكون قد غاب بدر من بنيه الكرام. أفديك لو أن الردى يفتدى يا نجعة الحي وحامي الذمام. يا ألق الفجر وقطر الندى يا بيدر العطر ونشر الخزام. لله كيف اخترمت ريدته هذا الكيان الفذ كف الحمام. فأورثتنا فجعة ما لها ما كر ليل ونهار خطام. سأنظم الدمع كان على إيقاعه تنوح ورق الحمام. ويا ترابا ضم جثمانه سقت كعيني لا عيون الغمام. رحمك الله يا أبي رحمة أبرار.